مي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. مبسوطه؟ انا مش قادره اصدق ان انا عملت كده. ده انا قلبي جامد بقى. لا ده انا طلعت قلبي جامد كده، ما طلعتش سهله. لا ده انا قويه جدا. مي، انا عارف منك كل التفاصيل اللي حصلت، بس قبل ما نبدا عايزين نسمع الفويس نوت اللي سجلتيها قبل ما تطلعي الطياره. مامي انا بحبك قوي قوي قوي، اكتر حاجه في الدنيا. وميس، دانا، هايدر، ليلي، ميس لو سمحتي ركزي مع ليلي عشان عارفه ان انتي تايهه شويه. ميس ركزي مع ليلي فعلا. يعني خدوا بالكم منها، خدوا بالكم من نفسكم. لاف يو اول. لا اله الا الله. انت كنت متوتره قوي 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 قوي. لا بقول لك، لغايه اللحظه اللي انا واقفه معاكي فيها دي انا مش عارفه اقف على رجلي بجد. بس عايزه اقول لكم الاكسبيرينس خطيره خطيره خطيره، وانبسطت قوي. والمنظر من فوق يعني مهما الكاميرات صورت، مهما حبيت اوصف لك او اشرح لك اللي حصل، لا الموضوع مختلف تماما. ومصر حلوه قوي قوي بجد. طب ما هي عندك استعداد بقى تكرري التجربه تاني ولا لا؟ مش عارف يعني، ممكن جدا جدا يعني. ما دام عملتها اول مره ممكن اعملها تاني. ايه المشكله؟ خلاص بقى انت بقيتي اكسبيرت، اعملها تاني. طيب ما هي بما اننا في العين السخنه، تفتكري هي ليه اصلا سموها العين السخنه؟ لا اسئله الثقافه دي ما احبهاش. العين السخنه اكيد مش بتطلع شراب؟ لا عشان فيها عيون كبريتيه كتير. شفتي بقى، دي اللي عمري ما كنت اعرف. بس لا بس قربت. ما هي احنا خلصنا، انبسطنا معاكي جدا. انا انبسطت جدا جدا. ميرسي ان انت اديتيني ثقه في نفسي اكتر. حسيت ان انا عملت حاجه النهارده مختلفه وجديده. ثانك يو. ميرسي يا مصر. تحيا مصر.